بسم الله الرحمن الرحيم. استعمل دعائم متقاطعة، هذه الدعائم المتقاطعة لتقوية السير. إذا كان قياس الزاوية في AE 65 وطول الـ AC 2 والـ AB 6، المطلوب قياس الزاوية DEB اللي هي، يعني لو جيت أنا رسمت الشكل كده، هو معطيني قياس هذه الزاوية والمطلوب هذا. طيب نحن نعرف إن الشكل هذا مستطيل، طالما مستطيل إذا الأقطار متقاربة، والمستطيل هو متوازي أضلاع، ومن خصائص متوازي الأضلاع أن الأقطار ينقص كل منها الأرض. إذا طول هذا الضلع يساوي هذا الضلع. إذا الشكل هذا اللي عندي هنا هذا مثلث متطابق الضلعين. إذا حتكون الزاويتين هذه متساوية 65 65، ونعرف أن مجموع الزوايا المثلث 180. إذا 65 و65 يطلع لك 130، إذا هذه حتكون 50، وكل زاويتين متقابلتين متطابقة، إذا هذا حيكون 50. إذا قياس هذه الزاوية يساوي 50 درجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.